أنا هون ملقب بالشيخ توني، ملقب بأبو بشير. سجين الليلة توني شاهين مدمن على ممارسة الجنس. دليت شي سنتين ثلاثة عم بشتغل بالميكانيك. بقى المصاري طلع روح وين في بنت وين في كذا، روح حطهم عليها. حب البنات لدرجة لدرجة، يعني ابن 13 سنة 14 سنة كنت عامل عليها جنسية. هيك كان عمري 18 سنة تلحقت هيدي شغلة النايتات، مثل بقدم وسكي على الطاولات. أول شيء هيك بلشت، بعدين صرت بارمن، حطني على البار خلط مشروب خلطات وهيك. هيك بلشت، وأنا كل هوايتي ما كرمال الشغل وما كرمال المصاري، كرمال انبسط بالرقص وبالأغاني وهالبنات مزلطة تعرف بس برنايتات روس ورومان ومغاربة شكل يعني. وأنا هون كيفت، بلش يحس ببوادر هالهوس بسن 13، وبلش هالهوس يتفاقم 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 ويتزايد. عايش بدني غير دني، اسهر للصباح، خمسة يسرب على البيت، خمسة الصباح ونام بالنهار. هلا تجي اخر الجمعة يبقى يقبضونا كل جمعة، تجي اخر الجمعة يكون عندي نهار عطلة. وين روح حطن انا المصريات اللي مطلعون؟ روح حطن بسوبر نايت، بس ما بالسوبر نايت اللي عم بشتغل فيه، ممنوع. من بعدها صرت عم برغب السفر بشكل منو طبيعي. صرت عطول انا وبي بالبيت، دبر لي سفرة، احكي لي مع حدا، بدي اروح على افريقيا اشتغل، احكي لي مع حدا بتعرفه كذا ياخذني على افريقيا. انا انه عندي خبرة شوي بالميكانيك، يعني شغل فيها بأولتي. مهم هونيك نهار في زلمي صاحبه لبي كتير، قال له بدي أعرفه لابنك عبنت جاي من استراليا. قال له بنت عالم، بنت عائلة، بنت ناس، بدي أعرفه عليها بركي بيصير نصيب وبيتجوزها وبيروح على استراليا. والله تعرفت عليها، قلت أنا بقلبي جيتي بوقتك، أنا ولاني حاببها ولا شكل حبيته ولا موديل حبيته. أنا عقلي غيرك، جوزوني إياها يا معلم، عملوا عرس وما عرس، جوزتها، بلشت أعمل ورائي تروع أستراليا. هلأ قاعدي معي بالبيت، هي بيت أهلي، ما عندي بيت لحالي، أنا بقعد مع أهلي يعني. صرت قلها ليك سبقيني على أستراليا، بدي ارتاح منها، أنا بدي أخلص منها، بدي ألحق النسوان وهي معي، ما فيني أعمل شيء. هلأ البنت صراحة مرتاحة ماديا، للمرتاحة مرتاحة. صرت أشطة بهالمصاري، أول يوم اتجوزتها، تاني يوم كنت مع بنت غيرها، تاني يوم من بعدها خليتها تسافر على أستراليا. هي فلت على أستراليا، خدت راحتي بلبنان. هلأ الأوراق بتاخد وقت تيعطوني الفيزا الهجرة على أستراليا، ما في خمس ست شهور اجت فيزتي على أستراليا. كانوا ناطريني مطار مالبور، بيا وأمها وعائلتهم وخوالة وخلاتها. طلعنا بالسيارة واخدوني على البيت، صرت اطلع انا على الشوارع كذا، كلها بنات بتاخد العقل، كلها بنات بتاخد العقل، وانا قاعد حد مرتي، وانا بطلع من الشبابيك شو ربك رح بعد شوي فقع ضربي تحل عن ربي واني قاعد حدي. وصلنا على البيت، ما في جمعة جمعتين علقت انا وياها بقلب البيت ضرب. فات بيا، فاتت امها، ليش عم تحكي مع البنت هيك؟ حملت الشنطة ضبيت اغراضي، قلت له انا فايل من البيت، عملت حالي طلعت بتاكسي، ما بعرف حالي مرة، قال لي التاكسي وين؟ قلت له جو، يمشي بهالطريق يمشي. اخر شيء مرك علي كتير وبدي اعرف حالي وين رايح، قلت له اخر شيء اوتيل. بالتاني يوم نزلت على محل مطعم هيك لبناني، يعني تعرفت على شباب لبنانية، قلت لهم أنا هيك قصتي وكذا. في شاب قال لي لا أقعد بأوتيل، أنا أعزب وأقعد ببيت لحالي. تركت الأوتيل، صرت أقعد أنا وياه بمنطقة اسمها جلين روي. قعدت عنده بالبيت، انبسطت عنده، الشاب شباب لك بحب الحياة كذا، انبسطت، بحب النسوان، بيجيب نسوان راسه على راسي. صرت له بدي روح أسهر، بدي انبسط كذا، أخذني على محلات الرقص، محلات الديسكو. هلا أنا هون ما بدي فيلم من أستراليا، حملت حالي هربت من ملبورن على سيدني، طلعت بالباص، كمشوني البوليس لأني كنت مخالف، كان لي شي سنة ونص سنتين بأستراليا غير شرعي، ما في وراء ولا في شي. بعد خمس ست أيام كانوا مسافريني على لبنان،
انلقطت، بس انا كمان كنت رغبان ارجع عمان، ما حبيت استراليا وعملت العمايل فيها، امار العباد بكزيناتها رحت، نسوانا ما خلات وحده من شري ابدا ابدا ابدا، من جميع اصناف الدول العالم ما خلات وحده من شري. رجعت على لبنان كان في بجيبتي 12000 دولار او معيهم من ورا الشغل، وهيك نزلت على لبنان صرت اصرف فيهم. عندي ابن عم بافريقيا، اتصلت فيه قلت له بدي اجي لعندك على نيجيريا تستقبلني، قال لي كيف ما بستقبلك بحطك بعيوني. عملت فيزا على نيجيريا وطلعت على نيجيريا، هلا هدفي الشغل هدفي النسوان النيجيريه. طلعت على نيجيريا قعدت عنده 3 اشهر بقلب البيت عنده، دبروا لي شغل، اشتغلت جمعه تركت، صرت لاحق هونيك ابن عمي كيف ما يدير وجهه يروح على شغله ويجي بشغله يلاقي معي بنات بقلب البيت عنده، وهو يقول لي اذا بدك جيب بنات كل يوم معي بنت شكل. ما قعدت 3 اشهر رجعت على لبنان، عاد بلبنان شي 6-7 اشهر رجعت صرت اسمع ابيجان ساحل العاج كوت ديفوار، عملت فيزا على كوت ديفوار على ساحل العاج، تعطيك الطياره وطلعت ما بعرف حدا، نزلت على ساحل العاج ما بعرف حدا بالمطار، وقفت تاكسي قلت له اوتيل اخذني على اوتيل وما بعرف حدا بالبلد. صرت انا تاني يوم اتعرف على اللبنانيه، واللبنانيه كتار يعني مثل كانك بلبنان. قعدت هونيك شي سنه، بس شو سنه يعني ما اشتغلت شي ابدا ابدا ابدا، ما صار لي شغل اصلا الا وين في واحد بعرفه راس مال كبير بعرفه من الاغنياء يعني بيحكي لك بيحكي لك 50 مليون دولار بيحكوا لك قصده اشتح لي اكتب لي تشيك 5000 دولار، في منه واحد كتب لي تشيك ب 10000 دولار. صرت اخر شيء يعني وصلت لمرحله مرضت هونيك بالملاريا والتيفويد قلتها، يعني اخر شيء قلت يا صاحبي خليني ارجع على لبنان ما اخسر حياتي بالمره. طبقت شنطتي واغراضي طلعت تيكت نزلت على لبنان، معي في بجيبتي شي 50000 دولار مجمعهم من ورا اللبنانيه، عمر رحت سنه على ابيجان جبت 50000 دولار هيك خليني اروح على الكاميرون. طلعت على الكاميرون عملت فيزا كمان، قعدت 3 اشهر دبروا لي شغل هيك شغل مثل فرن، فت على المحل اللي اشتغلت السكرتيره اللي جوا حكيت مع صاحبتها اخذت رقم تليفونها قلت لها انا ماني مبسوط بالشغل انا فيل بس الليل بحكيكي، رحت تركت الشغل وتلفنت لها وحكيت معها ورحت نمت معها. يعني الشيء اللي عملته كله غلط بغلط، وانا هلا عم بدفع ثمنها وندمان كتير وعم ببكي دم على الايام اللي مرقتها بحياتي من وقتها ما تركت المدرسة لليوم. ما في شيء عملته صح الا كله خطأ بخطأ، وهلأ وعيت على حالي قبل مني وعيت على حالي، هلأ وعيت وندمان كتير خاصة اخر شغلة اشتغلتها هي النسوان. طيب مدمن على النسوان بحب النسوان الحقهم، بس ما سميها على حالي انه عم شغل نسوان. بالنهاية كل واحد منا لازم يتعلم من قصة طوني ويعرف يسيطر على أفعاله وغرائزه.